كتير بتسأل السؤال ده، ايه هي الكبسوله المبرمجه؟ الكبسوله المبرمجه عباره عن بالونه تبلع تقعد في البطن لمده 4 شهور، بعد كده تنزل لوحدها في الحمام. معنى كده ان انت مش محتاج مستشفى، مش محتاج جراحه، مش محتاج اي نوع من التخدير، مجرد تبلعها وتطلع وتخرج على طول. تاخدش اكتر من 5 8 دقائق تركبها، وبعد كده تبتدي قصه نزول الوزن بتاعتك. خلال ال4 شهور بنعمل لك بروجرام ان انت تقدر تمشي مع دايتيشن نتابعك كل شهر، بحيث عن طريق سكيل بنديهولك بيطلع الموبايل بتاعك تقدر تبعت لي النتائج بتاعتك اول باول. نقدر بكده نتابعك ونتاكد ان انت نزلت من الوزن. شكلها عامل ازاي؟ فعلا حجم كبسوله قد عقله الصباع، ما بتزيدش عن حبايه زي اي حبايه فيتامين بلعتها قبل كده. خش جوه البطن بنفخها تبقى عامله بالمنظر ده في الاخر. يبقى ده حجمها. بس ده الحجم، يقعد في بطنك بيملى مكان المعده، فبالتالي بتحس بالشبع طول الوقت، تقدر تنزل في الوزن، توصل للوزن المثالي، وتقدر تعمل حاجات كوتش.